شيء تحبي. يا اهلا وسهلا في فيديو جديد. كنتلاقاو مره اخرى، نتمنى يلقاكم هذا الفيديو نتوما بخير وعلى خير، اموركم مزيانه، صحتكم مزيانه. بديت معكم بالفطور ديال اليوم. كل نهار واش كندير، لانه ما كتكونش عندي الشهيه الصباح ديال الفطور، ما عرفتش شكون بحالي، ولكن اكثر حاجه كتعجبني نفطر بها هي اومليت بالخضيره. درت هنا بصله والفلفله، وزدت عليهم اومليت ديال البيض مع شويه ديال لاكريم فريش ولا الحليب، كيزيد يعطي واحد لا تيكستور زوين البيض. صافي، حطيت هنايا الكونفيتور، الفرماج، الزيت، الزيتون، حيت ما كنتش غادي نفطر بوحديتي. وهذا هو فطوري، شويه ديال لافوكا باش ناخذ الدهنيات الصحيه، وشويه ديال الاومليت، وهنا راني فرحانه زاصلي. المهم غادي نقي معكم هكا البالكون. كما عقلتوا في الفيديو اللي قبل قلت لكم خديت الغازون ارتيفيسيال. ايوا يا اختي، صافي نط اليوم قلت والو، بدا غنقي نحطو على النقاوه. خويت البالكون كامل ونقيتو من الغبره، صيقتو، غسلت لي فيتر ديال البالكون. المهم راكم عارفين، ما عرفتش نتوما، ولكن انا الا شريت شي حاجه جديده عفاكم كتبوا لي في الكومونتير واش كاينه شي سيده بحالي الا شريت شي حاجه جديده كيخصني ولا بدا غير امتى نحطها. ما كنبقاش نفكر بلي راني عيانه ما خصنيش نضرب سماره، لا هانيه. المهم تحط شي حاجه جديده. صافي غسلت هنا كما شفتوا الزاج ديال البالكون، نقيتو، حكيت الارض، نقيتها، مسحت الغبره. شوفوا لا فيو الكوزينه، البالكون كيفاش كتبان، عرفتوا حمقاتني النتيجه. زون كما شفتوا قبيلات راني حكيت لي فيتر داكشي كامل، حطيت هنا هاد لي لونتيرن عندي بلي كنشعلهم، مازال غادي نزيد واحد اللعيبه حتى كتعلق. اون اتوندو كما قلت لكم البالكون يكمل، الكليسه تكمل، حتى هي باغي ندير هنايا جوج كريسيات وطبيله. كاين غير الكازون، والله الا كيفتح النفس انك تجلسي تفطري هنا تشربي قهيوه. المهم تعطيوني الراي ديالكم، ولكن حبيت الخضوره، الخضوره في الدار واخا تكون ارتيفيسيال والله الا كتحل لك النفس، ما تقمش عليا الصراحه غالي بزاف والنتيجه حمقاتني. عطيوني الراي ديالكم البنات، ما ديوهاش في داك الكرسي راه غيتبدل، البالكون غيتغطى حيت عندي واحد الشمس خطيره. سي فري انه الشمس زوينه في الدار ولكن راه بزاف. المهم حاليا دايره بحال هكا، حس تقولي الراي ديالكم. غنوريكم الغديوه ديال اليوم، عرفتوا غير كيبدا كيبرد الحال انا كتحمقني مريقه بطاطا والدجاج والحلبه ناري. كيفاش كتجي البنات؟ ما عرفتش واش كتعرفوها ولا لا، ولكن راه كتجي لذيذه، هانتوما تبان لكم مريقه هكا ملبيه، كتحمقني انا هاد الاكله هادي سورتو في البرد. المهم هي اللي درت الغداء، ودرت عصير، درت هنا عصير يلاه تطحن فيه البنان والكاكي والليمون. صافي انا غنزيد ليه يمكن شويه الماء حيت جاني خاسر، ونحطو نتغداو. عرفتوا خرجت نتسخر الصباح باليا هذا، شفت بزاف اللي كيشكروه، اجي نجربوه انا وياكم. ثم انا اول حاجه بديت بها هنايا هي خديت البرودوي اللي وريتكم قبيلات، دوزتو على لاطا كامله حيت عندي فريمون مكرفصه، راني كنطيب الغداء اون باراليل. شفتوا ها انتم، غنخليها دابا ترتاح مزيان باش الله تك الدهون وداك الشيء اللي تغرغل فيها يتحيد. عاد غادي ندوز الفران من بعد، صراحه ما غنبداش الفران دابا حتى البلاتي شويه. شوفوا الغلط اللي غلطت انه ما صورتش لكم الطوا قبل، ولكن غير الكحوليه غتبين لكم شحال كانت مكرفصه. شوف الله اعلم كيفاش غتخرج، ولكن جو بونس راه صدقات. المهم غنشللها ونبارطاجي معكم. ها انتم البنات شوفوا الريزلت، هذا الشيء راه ما كملش ربع ساعه باش خليتها. شوف هذا غيبان لكم دوك النقطات الكحلين وهذا، ولكن ديجا انا ساتيسفي طاحت ملي خرجت لي بحال هكا، والله العظيم الا يا سلام، حيت راه كانت حالتها عرفتوا، راه هملت الفران مده ما نقيته قبيله، تخرجت باش نجيب الفطور وانا بان لي داك البرودوي نقول اجي كاع نجربو على الله، حيت شفت بزاف كيشكروه، يمكن انا اخر وحده غنجربو. شوفوا الطاوه كيخرجات العار، هاد الشيء راه بامكاني نجيب الجيكس هكا ونحكو راه غادي تحيد، راه بدون مجهود. وهنا الكبيدات من بعد ما ارتاحيت تغديت، صيفطت اي زياد المدرسه اي بدا لاسيات، تسكيت انا واحد شويه، عاد نط الكوزينه كنجمعها من داكشي ديال الغداء، الميعنات، خويت لافيسيل، عاود تعمرتها. المهم الروتين اليومي اللي كتنقي الكوزينه باش تعاودي تروني يا سيداتي. المهم كبيداتي لو وصلتو حتى لهنايا، هنايا خليو لي القليبات، خليو لي لايك ديالكم، لي كومونتير ديالكم اللي كتشجعني كالعاده، وفي كل فيديو غنقول لك شكرا من القلب حيت كتاخدي وقتك
وكتخلي لي كومنتر، كتخلي لي لايك تشجيعا ودعما للقناة ان شاء الله باش نزيدو نستمروا. صافي هنايا غسلت المعنات اللي ما كيداروش في لافيسيل، نقيت البوطاجي حتى هو كيعجبني نشقى على النقا، ديما كنقولها لكم. صافي مسحت البوطاجي حتى هو، درت ليه شويه ديال جافيل. انا بالنسبه للفاكهه ما كناش نهائيا كنستهلكوها، نادرا كنت كنجيبها حتى كتخسر، دابا لا دابا وليت كنبززها على راسي الصراحه، هكا فاش كنكون كنتفرج بلاصه ما نحط حدايا شي حاجه اللي ماشي مفيده كنحط التمرات، كنحط الفاكهه وما كنجيبش رشتو، ما كنجيبش كميه كبيره، كنجيب كميه صغار باش ما كيخسروش ليا، حيت كما قلت لكم ما كيتكالوش ليا في الدار. كتسالي وكنعاود نجيب وحده درت فيها الفاكهه، وحده درت فيها المملحات، ووحده درت فيها التمر. وندوزو اختي لهذا الفران هذا اللي كنتحلفوا عليه، ومن هذا المنبر سيداتي الى عندك شي قنيته في الدار كتاجليها ملي تسالي هذا الفيديو، ولا حطي الفيديو في الكوزينه وناضي تونسي. البنات كيقول لي امرا كنحطوا الفيديو ديالك وكنتونسوا به، راه حتى انا فيها الطبيعه، بزاف ديال البنات اللي كيعجبني نتفرج في الفيديوهات ديالهم كنحط الفيديو كنطلقوا وكنتونس به. المهم غادي نجي هنايا للفران، حيدت ليه الزاجه حيت فيه دوبل فيت كما شفتوا، راه هذا الباب راه فاصل اللي كتكون فيه واحد الفران غادي تحلوه وكيتحل معاكم. شتو الزاجه كي دايره ياك، وهذه اللي كندير ليها دابا البرودوي، راه وريتكم برودوي قبل وغنوريكم من بعد. والله الا الصدمه، هو الصراحه البرودوي اللي صعيب فيه انه كيرغوي، يعني كيخصكم ما هي وما لونها باش تشللوا الحاجه، ولكن راه دقه بطله، ما كتضربوش تمره بالفريك ولا بالحكان نهائيا. انتما البنات يلا وهالنتيجه. شوفوا هذيك الزجاجه اللي كانت من بينها وبين الفران، شوفوا كي ولات، راه بدون مجهود ما حكيت ما فركت ما درت حتى حاجه، شتو رجعت كتبري. خاصها دابا بغيت نشف. هو الصراحه اللي خايف هذا البرودوي هو انكم كيخصكم تشللوا وتعاودوا تشللوا. يلا يلا هذه الدجاجه اللي كانت بينها وبين ها مع كبيره ديال الدوج باش تشلل مزيان، هي الدجاجه البرانيه لا تخلص، راني كنت صورتها لكم. وهذا الفران، شوفوا الفران حتى هو كيفاش خرج كيشعل كيبري. ها نتوما شوفوا هنايا خصو يتنشف حتى هو كيبري، ولكن غير اينوكس، غير هو الا ما نشفتوش راه كتبقى الحاجه شهبه، شفتوا. واللي خايب فيه هو داك الرغاوي، عرفتوا، غير باش نمسح الفران كيخصني شحال نشلل ونعاود ونشلل ونعاود، كنت فاقده فيها الامل، ولكن شفتوا كيفاش خرجت. صافي غنتسناو دابا ينشفوا عاد نبدا نركب. البنات لقيتوني هنا غادي ندير مسمن معمر بالكفته. المهم هنايا راه عجنت العجينه تقريبا مع شي 3 د العشيه، وخليتها كترتاح، هي السر ديال العجينه باش كتجيكم غزاله ديال المسمن هي ترتاح. شنو فيها؟ فيها الفينو، فيها الدقيق، فيها المليحه، وفيها المصافي، فيها لا خميره لا والو. الفينو كيكون غالب على الدقيق، هذه غير البنات اللي غادي يسولوني على العجينه. صافي وخليتها كترتاح كما قلت لكم، قد ما ارتاحت قد ما مزيان بطبيعه الحال كتبغي تدليك وكلشي. وهنايا غادي نصايب معكم الحشوه، غادي نديرها كما قلت لكم كفيتاعتو مشلياها مع بريريد ديال اتاي. غادي ندير شويه ديال الزيت. هنايا عندي بصيله كبيره اللي مشلطاها، غادي نزيدها شويه ديال اللي عندي فلفله، غادي نقطعها حتى هي هكا مشلطه رقيقه. هنا البنات من بعد ما تشحرات البصله والفلفله مزيان مزيان، غادي نزيد الكفته، انا غادي نزيد قزبر ومعجون، ونبدا نزيد في العطريه. بالنسبه للعطريه بطبيعه الحال غادي نزيد شويه ديال الملحه ديال البصل، كركم،
التحميره، ثوم بودر، صافي هذه العطريه اللي غادي نزيد. غنزيد شويه ديال الدم في البنه اختياريه، هنا بحال هاد الوصفات كتبغيهم يجيو بنانين كتزيد تبنن. صافي بنات، ها هي وجدات لينا الحشوه، غادي نخليها دابا تدفى تكون سخونه، وغندوزو اختي لهاد العجينه هادي نفرقوها كويرات. درت هنا الزيت ودرت السميده اولا الفينو. عرفتوا انا كندير المونتاج تفكرت رمضان وشي هو ديال رمضان، عقلتوا يا البنات تبارك الله العام دغيا كيطير، ما بقى ليه والو، يمكن رمضان غير شي 3 شهور ولا، سبحان الله الوقت كطير. صافي درت هنايا كما شفتوا المسمنات وحده وسط وحده. بنات انا مازال مكمله، المهم درت هنايا جوجات كما شفتوا مدوبلين، وقلت علاش لا ما ندير حتى هذه الطريقه هذه، كتسرحوها وكتفرقوا، عقلتوا كنا كنديروها في رمضان بزاف. غادي نجرب حتى هذه الطريقه هذه باش ما نديرش جوج ديال المسمنات في وحده. صافي وغادي نكمل، ما بقاش ليا بزاف. هنايا درت المسمنات الغدا للفطور حيت العجينه شيت منها شي شويه. شوفوا العجينه تبارك الله كيفاش كتنخشطوا، ما فيها لا خميره لا حتى شي حاجه، وحتى من هاد المسمنات هادو راني هكا ورقتهم غير بالزيت، ما درت كاع الزيت. صافي هما كيطيبوا، على ودي تغدى ان شاء الله بحال الله الفطور. وهنايا هما المسمنات طابوا، حتى نحل معكم وحيده، عرفتوا هانتوما، شوفوا شوفوا هادي راني كليتها عشان جاو الداد، هانتوما راه كيجي المسمن مرق ما شاء الله من الداخل. ومن بعد التعب يا اختي دخلت درت واحد الدوش وعمرت بريلي ديال اتاي وجلست كليت داك المسمن على خاطري. هنايا البنات غنبارطاجي معكم لقطات من المعصاره ديال الزيتون اللي كيحرس كل عام بابا، الله يخليه لينا ويطول لنا في عمره، لا هو لا ماما كيمشي كيوقف على شغلو بيديه حتى كيشوف الزيتون كيطحن قدام عينيه. ما عرفتش نتوما واش خديتو الزيت هاد العام، راكم عارفين الوقيته ديالو دابا، كتاخديه طري داك اللويم كيكون فيها كخضيدر زوين. وقولوا لي في لي كومونتير اين منطقه كيعجبكم الزيت ديالها. انا شخصيا كيعجبني ديال المنطقه ديالنا زايان خنيفره، كيعجبني الزيت ديال تما، ومن تما صافي دائما كناخدو من تما كل عام. بابا اللي كيوقف على ديالي ديال خواتاتي ديالنا كاملين، كناخذو كونتيتي كبيره باش كيبقى عندنا ديال العام. هنا راه كنمشيو صور ليا اللقطات ديال كيفاش كيدوز الزيتون بالمراحل ديالو، صراحه عجبوني هاد المراحل لانه ما كنتش عارفاهم، وقلت علاش لا ما بارطاجيهش معكم حتى نتوما باش تشوفوا. قولوا لي في لي كومونتير واش ديجا شفتوا هاد المراحل ولا لا، اول مره بحالي. كما شفتوا كيتخاد الزيتون كيتعصر كيولي عجينه وكيتحط في هاد لي سيركل هادو، عاد كيدوز فواحد البريسا اللي هي هادي، كيتبريسا باش كيتعزل الزيت على الماء، وكيتكب هنايا فهاد الشريج كما شفتوا. هاد الشريج هو اللي كيعزل الزيت، كيهبط هكا والماء كينزل ديك الجهه، كينزل بحال واحد التخت، راه قال لي بابا سميتو ونسيتو. عاد كيتكب فواحد الشريج اللي فيه الماء وفيه الزيت، والزيت كيطفى كيطلع الفوق وكيبقى الماء لتحت. المهم عجبوني هاد المراحل، قلت علاش لا ما بارطاجيهش معكم. تهلاو ليا فريوزكم ونتلاقاو في الفيديو المجيء ان شاء الله. السلام عليكم.